والله يباتهم تو هذا وهذا لينودا والعياذ بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، واستغفر الله العظيم. تشكي بنا عدالته هذا يبالي بدتن يعني قصة الأسد أو له كله. على أي حال قلت لك هذه وراء أبي أبا حاله مسألة أبي أف مروفا أف جامرة أبي برايمت إنسانيات إذا في البشرية في الوطنية في في كل شيء في المدينة في الجوار دي أبا معاشك ببضانة وهم جا معاشي وفركة جيب كد دستي ويدا بلي قلت بلا قلت أبا بيقا بمعاشك بدا يجاي بس قلت شنا بتخصني بكي قلت بو قلت كي إهانة يا أبو بسلمانة إهانة يا هذه إهانة يا طا يعني ما بسلمان مرنا بردرقت مزيفتا فلان أبت أبا أبت محتاج أن من يسأل هؤلاء كيلي بيشتفانا هي كان محتاج من أبا لازم أبا 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 واجب بس المجتمع المجتمع فانا خدان كتن كمل فانا أجل نن محتاج أبا بينا من عكرين يعني أبا لا يجوز بردقت مزيفتا تناشي قيامة حتى درد كبير بردقت مزيفتي هذا لا يجوز وضعك شاذ أبا 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 مهمة كيا مهمة بسلمان أنا أستابش مهمة فلان شريحة فلان شريحة أبا مهمة بسلمان أنا كوارا ما متبوش خاص نتكي تو محتاج أبا جي قلت أسمع منون مشتا قلت عمر إزاني شي قلت قلت يا عبد الله والله ما أنصفناك أبي أبيش بينا كان شجارة دو دنياي وأهل الدنيا يقول يبد قلت يا عبد خدي تعالى والله أم بإنصاف قلت الله يا عمر سرجيك والله والله ما انصفناك والله ما انصاف قلت أنا كليا أم بإنصاف در حقه يوكيتا دا يوكيتا نوف مدى بنا بنا حسين أبا كارثية أبا طمة الكبرى يا أبا نظام إسلامي وأم إتابل إتابل بسلمان كان بس يعني شكي أجر وص أجر بسلمان درس بن دنيا ده درس بن بسلمان ما شاء الله مليار ومليار ونيف وكسر أب عدد بسلمان أبا الكل هيا كذا ويا بسلمان هيا دول برسين ده بسيار كين جبر هندي وصع بسلمان يا بيا يتوني هاتي حتى بحثيوان بحثيوان محافل الدولي شنو يتكرني لا محل له من الإعراب مثل التأنيث الساكنة بس علامة التأنيث لا حول له ولا قوة مليار نيف بينما غير بسلمانة دو مليون وكسر دنيا تجين لب بهي ألي بوش تهلو بنينا يا اللب الإسلامي بوش وان هيا بوش تنينا أهبانا بسلمان دي أهبانا تولياتيها وضعي وان هبه ولاتيها أب مثلا باشا قلي بسلمانة حلا في ما في في أوي قلي بسلمانة آیا ده چه آچه بتن او؟ او ده چه بتن که هم زبری نو دینه خوجه را که دیتن من جدید استیناف حیات که اسلامی بکن او خود تعالی دوید گلی بسلمان ها نه او منو تدوید که خود تعالی دوید ام چه و بشین ام چه و بین ام خونیزی که ویب کن و کریا شیطانی بردین و دسائس الشیطان و الشیاطین ام بردم زبری نو دینه خوب يعني ساكن قرآن بيروز مثلا يعني نمينتن أفوارقة نمينن أبت أبت نيش نيت قانوني نيش شرعي رب العالمين ملكت في 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 آية في سورة الحشر ما عفى الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويخبرني كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أدبيشتن مالي بسلمان أبو كيا لله لله إنسان كيا للمصالح العامة المشاريع العامة مرافق الدولة مؤسسات الدولة لله وللرسول يعني أو نعيب سلبي يد استيوان ده فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل بوفان فقراء يعني أبي الضعيف بضعفاء يتيما مسافرا مروفت بشارانا وشلة وكورة وسقط يعني أبا يعني بمعنى يعني حقيوان يلسر مجتمعي مجتمعي حسك بيجي الدولة حسك بيجي كيان حسك بيجي بسلمان حسك بيجي كوميت بسلمانة أو عردت أو تداجن حقيوان يسير رب العالمين كتبوش بو
بوفان هميانا بش كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم دولة قلي بسلمانا دمال نكبت الدستي مجموعة كده أو مجموعة تحكمات غير خدا بكتن وكبقى بنظام رأسمالية غربي ووكف كان في سلمانا دا نظامك يا خاليش أخلاق وش قيمة وش مبادئة كي لا يكون دولة دولة يعني يتداوله بعض البشر لأن رأس المال يدست مجموعة كده ومجموعة ديتية محرومة تماما يعني لا حول له ولا حول لهم ولا قوة أبيت حكم التداد كانت بارد خو يعني ديتا توزيع كرب عدالات دانا بيتا دولة بين الأغنياء دانا كبتا دستهن دكودا يعني وكي الشركات الاحتكارية أو النظام الرأس المالي البغي الأسود أبا باكو دست بيكريكو انهيارد بيتن رب العالمين بسلمونا باريزتن اجبرسي وترسي وبشرية همية أم دعاش خده تعالى كين خده تعالى توشي برس وترسنا كتن چكي برس وترس يعني مصيبتك وقلق ومزنا ويقا في برس وترس هادو كي ساداتين أخاري چكي نظامك بغيدة يا دست هندك دا هندك درجة حكومت دانا هند ماري كبك لبادا أبا إسلام ببشت من أين لك هذا تابش كيف إنايا رزمنا خدي تعالى الخليفة راشد بن عمر بن عبد العزيز وقت يقول كابو من إثباتك أبا تشكرينا كان واردته وتشان دون أسريك أما بيقول دي من إثباتك بالوثائق الرسمية ولا تصحب أبانا يعني نظام خلط أبابون يتخرب أبانا تعضي العالم كل يبانا فذاذا أبانا أخيارا أبان أصفياء الله أبان أحباب خده تعالى وبعضك لسا أبد ديفلوك أجنبيا بجنة أهو دجارة قديمة زبرين نبي زماني أبد بجنة بسلمان منا أم تشرف كين أم خزمتشي بين بوان ناكو هم أبقهي نوان خزمتشي بما تكريمة كي مقابلي بحشتا خده تعالى يا عمر كور الخطاب رزمنا خده تعالى لبت قلت آه يا ابن الخطاب شخيرا خده رأس عمر نباما شخيرا خده تعالى شخيرا خده را دايكا من أس نباباما أس نيعي باما بسر إكفا جوبا سجده قلت سبحان ربي العالى وبحمدي نتشرف بهؤلاء ولا نتشرف بالأقزام مع الأسف الشديد يعني خلى لهم الجو يعني جو جويوانا وسرو بري عسماني قال يعني كان تروجك قال دوروانا حتى في تطول بكان سر رموز الإسلام ومقدسات الدين ومقدسات بسلمانا أبا ده بسلمان عزيز بسلمان أبا تطبيق لي أبا عم بيجين نافان بيجين والله قطرة من محيطات نهوك يا قوتن صار في موضوعي بل داب زبري نبا بسلمان أبا يبجه إناي حرفيا يبكار إناي ها نبجة سيدة أبا نظارية ما والله قوتن قاول تشتك لكن عمل والله العظيم وبالله الكريم العصور الإسلامي مختلف العصور خلال شارد قرنودا يعني صدى حشتي حطانوت أبا يتطبيق بسلمانا أما الخلافة الراشدة وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين الصدى الصاد يهات يتطبيق تماما اجبر هندي يا مبعوث رومي قوت عمري يا عمر عدلت فأمين فنمت منا قوت تعدالت والله لا حراسة ولا حماية ولا بر ولا بحر ولا جو عمر يدي في حشترة كيف شوي حشترة الزكاة هي بسلمانة سري خدنا سابرك النفسي تماما عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا نبج متى الشركات وعمالقة يتواردات هبون لكن دي في وقتي سؤالي أعطاكرين قلت يا عمر وهو خليفة ها مزني بسلمانة قلت إيش مالي بسلمانة شبو تحلالة يعني إيش وزارة المالية يعني بيت المالية شبو تحلالة وبمروفته قلت تذبت بزاني قلت دو دستي جلكا حلة في الصيف وحلة في الشتاء حقي من يسر بيت المالية يعني وزارة المالية مقابلي معاشي من دو دستي جلكا اي بوزستاني اي بوهافيني قلت وما حج عليه واعتمر من ظهر قلت دواري جم بها بتسببش ما حجي بيبش ما عمري أبدا ما أنا قلت قلت يا دكتور وقوت أهلي قلت من
يعني رزقي من أويم أهلي مولومن أبد أبد نبالغ أبد بالغ شنو حقيوان عليهم لكن أبد نبالغ أبد أبد نيت شولي الرزقي من الرزقي وانجي هيفانا قلت وكي كي قلت كأحد من قريش قلت هل وكي إكش قريش يا قلت إكش قريش يا قلت لا أغناهم ولا أفقرهم الله يا عمر نزنجيني وان نوكي زنجينيت وان ونوكي فقيرت وانجي يعني وسط نافنجي